الأوراق المالية في مجموعة إيكواتي الأستاذ محمد هشام. أهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية أود أن أستفسر منك عن التضارب في التصريحات بشأن المتحور، هل ستبقى الأسواق تعاني من حالة عدم الاستقرار يعني على الأقل لغاية البت بموضوع المتحور؟ تفضل. مساء الخير وأهلا بك. بالطبع الأسواق حالا تعيش حالة من عدم اليقين بشأن المتحور أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات في الوقت الحالي، لذلك قد نشهد مزيد من عدم الاستقرار أو التقلبات السعرية الحادة خلال الفترة الجارية، ولكن مع هدوء مخاوف الأسواق من انتشار أو تأثير متحور أوميكرون على التعافي الاقتصادي العالمي قد هدأت بشكل واضح، وهو ما انعكس وشاهدناه على أسواق الأسهم العالمية التي ارتفعت لأعلى مستوياتها القياسية خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤشر S&P 500 الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق مع نهاية تداولات اليوم الخميس الماضي. أيضاً بعض الدراسات التي كشفت أن متحور أوميكرون أقل حدة أو تأثيره على المصابين به باحتمالية دخولهم إلى المستشفيات أقل قليلاً من متحور دلتا، وهو ما عزز أو ما دفع الأسواق إلى مزيد من التفاؤل بشأن أن التعافي الاقتصادي العالمي قد لا يتأثر أو قد لا يعرقله انتشار متحور أوميكرون. أيضا جدير بالذكر أننا نشهد ارتفاع في المؤشر أو مقياس الأسهم العالمية الذي ارتفع بنحو 3% خلال شهر ديسمبر حتى الآن، وهو ما قد او ما يعطينا ان اسواق الاسهم تشهد مرونه كبيره مقابل انتشار متحور اوميكرون، ومن ناحيه اخرى توجهات البنوك المركزيه الى تجديد السياسه النقديه لكبح جماح التضخم المرتفع. بالطبع ستستمر حاله عدم اليقين خلال الفتره القادمه بشان متحور اوميكرون، والذي يبدو انه ينتشر بسرعه كبيره واقل وطأة من متحور دلتا، ولكنه ينتشر بشكل سريع، وهو ما دفع عدد من شركات الطيران مؤخرا يوم الجمعة الماضي بإلغاء عشرات الرحلات الجوية، لذا قد نشهد استمرار التقلبات السعرية لحين وضوح الرؤية بشكل كامل. طيب يعني أستاذ محمد، هل اللهجة السابقة التي كانت يعني تعتبر التضخم انتقاليا ومؤقتا، يعني هل تراها قد بدأت تتراجع مع مرور هذا مع مرور الوقت؟ دعنا نعود بالزمن إلى أوائل عام 2020 حينما تسبب انتشار جائحة كورونا إلى حدوث أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق. وبعد عام من انتشار الجائحة بدأت انتشار تصنيع اللقاحات وتطعيم المواطنين، وأيضا قامت الحكومات والبنوك المركزية بضخ مليارات الدولارات من التحفيزات في الاقتصادات، وهو ما أدى إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي في معظم أنحاء العالم. أيضا استغرقت سلاسل التوريد وقتا أطول في التعافي من الإغلاقات، وهو ما أدى على سبيل المثال عندما انخفض إنتاج أشباه الموصلات أدى إلى تعطل كثير من الإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات أو العناصر التي تدخل في صناعة أشباه الموصلات، وهو ما اضطر الشركات عند العودة مرة أخرى لفتح الاقتصادات واجهت أزمة في مواكبة الطلب المرتفع، والذي أدى إلى أن هذه الشركات كانت تفتقر إلى العمالة الكافية للإنتاج مرة أخرى بنفس الوتيرة، وهو ما دفعها إلى زيادة أو عرض مزيد من المكافآت أو زيادة الأجور، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، وهو في الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. في النصف الثاني من عام 2021 لاحظنا ارتفاع أو تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول حول العالم، على سبيل المثال في الولايات المتحدة التي ارتفع فيها التضخم إلى أعلى مستوياته في 4 عقود تقريبا، وشهدنا جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع نوفمبر الماضي تخلي الفيدرالي الأمريكي عن جملة أن التضخم مؤقت أو عابر، وشهدنا أن الفيدرالي قام بالبدء في تقليص وتيرة شراء برنامج الوصول في منتصف نوفمبر ب 15 مليار دولار، وما تلي ذلك من قيام الفيدرالي الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات بداية من شهر يناير.
فبالضبط يعني اعترف صناع السياسة بأن التضخم لم يصبح أسبابه مؤقتة، ولكن بدأوا التعامل معه خاصة في الولايات المتحدة. طيب الآن يعني ارتفاع الأسعار أستاذ محمد والتضخم الحاد الذي نشهده، هل سيدفع المستثمرين نحو الذهب؟ يعني ما هي توقعاتك لحركة الذهب خلال الفترة القادمة؟ الذهب حاليا تحركه عدة عوامل، أو هناك عوامل محددة هي التي تتحكم أو تدفع أسعار الذهب للارتفاع أو الانخفاض. أولا قوة الدولار الأمريكي الذي يشهد حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي حاليا موجة من البيانات الاقتصادية المتفائلة أو البيانات الإيجابية، والتي تدعم الدولار بشكل كبير. توجهات البنوك المركزية حول العالم إلى تشديد السياسة النقدية. أيضا هناك عامل مهم جدا هو العوائد الحقيقية في الاقتصاد. مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته كما ذكرت منذ عام 1982 في الولايات المتحدة، وانخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، أصبحت العوائد الحقيقية في النطاق السالب، وهو ما قد يشجع قليلا اتجاه بعض المستثمرين للذهب للتحوط ضد التضخم المرتفع والابتعاد عن أسعار الفائدة المنخفضة. فلذلك ننتظر أو ستنتظر الأسواق مزيد من التلميحات من الفدرالي الأمريكي، هل سيقوم بالتسريع أكثر لوتيرة تجديد السياسة النقدية؟ هل سيقوم برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع؟ الأسواق حاليا تساعد رفع أسعار الفائدة في منتصف عام 2022. هل البيانات الاقتصادية ستدعم أن يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت قريب جدا؟ هذا سيدفع الذهب إلى الانخفاض بشكل واضح خلال الفترة القادمة إذا عزز الفدرالي الأمريكي من وجهة نظره. لم يحدث أي جديد في السياسة النقدية، قد نشهد ارتفاعات في أسعار الذهب، لذا من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد استقرار الذهب في نطاقات ضيقة، أعتقد ما بين مستويات ال 1832 أو 1840 ما وإلى 1750 دولار. قد نشهد بعض التحركات خلال أو من خلال هذا النطاق الضيق. مستويات ال 1850 وفي ارتجال صاعد قد تدفعنا إلى مزيد من الارتفاعات، ربما إلى مستويات ال 1900 وال 1960 دولار، ومن ثم مستويات ال 2000 دولار مرة أخرى. وعلى الجانب الآخر مستويات ال 1750 ستكون مستويات دعم قوية جدا لأسعار الذهب، والتي ستكون حائلا ما بين انخفاض الذهب إلى مستويات ال 1720 وال 1680 دولار. لذا أتوقع أن تكون أسعار الذهب منحصرة في تداولات ضيقة خلال الفترة إلى حين وضوح الرؤية بشكل أكبر. طيب أستاذ محمد، يعني هل ترى أن أوميكرون وتجديد النقدي سيدعمان الدولار؟ ليس أوميكرون والتجديد النقدي فقط، كما ذكرت منذ قليل أن الاقتصاد الأمريكي ظهر مزيد من البيانات التي تؤكد على نمو الاقتصاد الأمريكي. على سبيل المثال، نما الاقتصاد الأمريكي أو بالتحديد الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وعلى أساس سنوي ارتفع خلال الربع الثالث بحوالي 4.9%. بيانات سوق العمل واصل قوتها، حيث تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها إلى ما قبل الجائحة. إعانات البطالة تستمر في تسجيل أرقام أقل مما كانت عليه قبل الجائحة. كل هذه البيانات تدعم الدولار الأمريكي بجانب توجهات الاتحاد الفدرالي لتجديد السياسة النقدية، وهو ما سيدعمه مقابل عدد من العملات الأخرى. على سبيل المثال اليورو، البنك المركزي الأوروبي تمهل في تجديد سياسته النقدية، وربما لن يفكر في تجديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة قبل عام 2023، وما قد يدعم الدولار الأمريكي أمام اليورو على سبيل المثال. تسارع أو تسريع وتيرة تجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في ميعاد قريب جدا خلال النصف الأول من عام 2022 قد يدعم الدولار بشكل كبير خلال الفترة القادمة. وكما قلت وأؤكد أن البيانات الاقتصادية بجانب تجديد السياسة النقدية سيكونان عاملان مهمان جدا في تحديد اتجاهات الدولار الأمريكي خلال العام الجديد. طيب الآن يعني روسيا تقلص امدادات الغاز إلى أوروبا، برأيك هل سيتسبب هذا التقليص بارتفاع يعني سعر برميل النفط أكثر مما هو عليه الآن؟
بالفعل روسيا قلصت امداداتها من الغاز الطبيعي الى اوروبا، وذلك نتيجه ان روسيا فضلت ان توفر الغاز للاستخدامات المحليه مع دخول فصل الشتاء فعليا وتسجيل درجات حراره ما دون الصفر. كل مع التقليص او امدادات المحدوده من روسيا الى اوروبا قد يدفع الأوروبيين للجوء إلى الطاقة البديلة، خاصة أنه قد يكون هناك أزمة حقيقية إذا لما يتم إمداد القارة بالغاز التي تحتاجه لتوليد الطاقة في أوروبا، خاصة أن المخزونات من الغاز الطبيعي تم استنفاذ أو يتم استنفاذه بسبب الذروة الموسمية في الطلب مع دخول فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أوروبا خلال الفترة القادمة. قد يدفع ذلك أسعار النفط إلى الارتفاع مع اتجاه بعض الأسواق أو اتجاه الذين يستفيدون من الإنتاج إلى مصادر طاقة أخرى، فبالتالي ممكن أن نشهد بعض الارتفاعات ولكن ليست ارتفاعات قوية في أسعار النفط. طيب، يعني الأستاذ محمد، التوقعات في وقت سابق من هذا العام أغلبها أشارت إلى أن برميل النفط سيصل إلى $100 للبرميل. لماذا كل هذا القلق من المستهلكين رغم أن الأسعار ما تزال يعني في مستوى السبعينات؟ القلق هو من شيء واحد، هو حالة أو عدم اليقين في الأسواق. الرؤية ليست واضحة حتى الآن بالنسبة لمتحور أوميكرون. كل الدراسات تقول أن أوميكرون هو أشد خفة أو أشد وطأة من متحور دلتا، ولكن خلال فصل الشتاء هل ستظهر متحورات جديدة؟ هل سيؤثر متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الوقود؟ شهدنا قيام العديد من الدول بالإغلاق، إلغاء العديد من الرحلات الجوية والتي تعتمد على الوقود، ولكن في الوقت الحالي مستويات التي تتداول عندها أسعار النفط حاليا هي تعتبر مستويات معقولة قد تدفع أسعار النفط مرة أخرى للاستمرار في الصعود، ولكن كما ذكرت أن هي حالة الاطمئنان أو حالة عدم اليقين التي تستحوذ على الأسواق في الوقت الحالي هي التي قد تؤثر بشكل كبير، خاصة أننا بنهاية أو بحلول عام نهاية عام 2022 ستصل مستويات الطلب على النفط إلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا. نعم أستاذ محمد، ذكرت أنه رغم مخاوف أوميكرون لكن النفط ما زال في مستواها المرتفع، يعني هل تعزو عدم تراجع النفط إلى قرارات أوبيك بلاس الأخيرة أو يعني احتمالية عقد اجتماع أبكر في حال تراجعت الأسعار؟ بالفعل يعني مستويات كما ذكرت منذ قليل ان الاسعار او المستويات التي يتداول عليها النفط حاليا هي مستويات تعتبر قريبه من اعلى مستوياتها التي سجلتها في 3 سنوات او 7 سنوات بالنسبه لخام برنت وخام غرب تكساس. وما ساعد على ذلك احتفاظ او تمسك منظمه اوبيك بلس بمستويات الانتاج التي قررتها وهي بحوالي 400 الف برميل يوميا مؤخرا، هي ساعدت الى حد ما الى الابقاء على التوقعات او بقاء الاسعار في المستويات الحاليه، ولكن الذي هدد او الذي دفع الاسعار للتراجع هي مخاوف الاسواق من تاثير انتشار متحورات كورونا على الطلب. لذا من المتوقع أن تبقي أوبيك بلس خلال الفترة القادمة على مستويات الإنتاج الحالية كما هي، خاصة كما ذكرت أن وصل الطلب على النفط خلال عام 2021 إلى حوالي 99.5 مليون برميل بالقرب من مستوياته التي سجلها في عام 2019، مرتفعة من 96.5 مليون برميل سجلها في عام 2020. فكل ذلك يدعم أو يدعو إلى الإبقاء على ما هو ما يقدمه المنتجين في الوقت الحالي للحفاظ على أسعار النفط، فلذلك أتوقع أن تستقر أو يبقى الوضع كما هو عليه لحين النظر في القرار القادم من أوبك في 4 يناير القادم. طيب أستاذ محمد، يعني بسؤال أخير، يعني كيف ترى يعني السوق بصورة عامة خلال العام المقبل؟ التوجهات أو الأنظار جميعها في العالم ستتجه إلى قرارات أو تحركات البنوك المركزية نحو تجديد السياسة النقدية، وهو ما بنك الاحتياطي الفيدرالي
ببدء شرارة تقليص شراء السندات، والذي سينهي برنامجه في مارس عام 2022. عديد من البنوك الأخرى أيضا تستعد لرفع أسعار الفائدة للتحكم أو دفع أسعار أو أرقام التضخم للانخفاض. كل ذلك قد يعني يدفع أسواق الأسهم قليلا إلى الانخفاض، مع دعم بعض العملات التي تقوم برفع أسعار الفائدة. فبذلك ستتجه أسواق العالم إلى مراقبة بيانات أو استمرار بيانات الاقتصاد، خاصة في الولايات المتحدة، هل ستستمر في الإيجابية، وهل ستدعم استمرار التوجه الفيدرالي لتجديد السياسة النقدية وبالتالي رفع أسعار الفائدة في وقت قريب. عديد من البيانات الاقتصادية التي ستراقبها البيانات الأسواق خلال العام المقبل، والتي ستؤثر على اتجاهات البنوك المركزية. سيتم مراقبة كيف سيتعامل الاقتصاد مع انتشار متحورات كورونا، وهل ستؤثر بالفعل على الاقتصاد العالمي، وهل سيحدث تباطؤ. بالنسبة للذهب، قد نشهد كما قلت استقرار في المستويات الحالية في نطاقات ضيقة. الدولار الأمريكي قد يكون هو عام الدولار الأمريكي مع التوجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. اليورو تحت الضغط بسبب السياسة النقدية أو الفارق ما بين سياسة البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يضغط اليورو كثيرا خلال الفترة القادمة مع الإغلاقات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة والتمهل في تجديد السياسة النقدية. الجنيه الاسترليني على سبيل المثال أيضا اتخذ خطوة لمواكبة الاحتياطي الفيدرالي، وقام برفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير ب 15 نقطة أساس لمواجهة التضخم المرتفع أيضا في أعلى مستوياته في 10 سنوات. كل الأنظار ستتجه إلى توجهات البنوك المركزية وما ستقوم به للحد أو لكبح جماح التضخم المرتفع مؤخرا. نعم، محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي الأستاذ محمد هشام، شكرا جزيلا لك.